في سيمفونيا. إذا كانت الفكرة أو الموضوع المسرحي جيد فالفكرة في الموسيقى تكون جيدة ويستطيع الموسيقي من خلالها من خلال جملة موسيقية أو أكثر بقليل أن يستخلص منها حركة في السيمفونية حركة تدوم حوالي 30 دقيقة أو أستاذك في الموسيقى هل الموسيقى تقدم للفعل؟ هل الموسيقى سابقة للفعل أم الفعل سابق للموسيقى؟ مثلا مشهد مثل قلت لك أنه يجي يقول للجمهور أنه تم القبض على الأمير عبد القادر هل الموسيقى تبدأ لتحضير الجمهور من قبل أم تدخل مباشرة بعد الخبر؟ أنا فعلي تساؤل اسمح للأخ رابح باختصار هذه الأفكار أتساءل هل الفكرة هي الأولى أم الموضوع هو الأول؟ ولكن في الحقيقة أنه لا يمكن أن نتحكم فيها أنا تجيني فكرة تدفع تديني إلى موضوع واحد آخر نكون في موضوع تجيني فكرة في ذلك الموضوع في الموسيقى لا هما كل متكامل لا يمكن أن نثبت أحدا على الآخر فالاثنين يصوغان بالحان والحركات سيمفونية رائعة الجمال طيب عندك ضيف سبرما؟ لا أنا مثل الحاجة كتير عندي سؤال هل الموسيقى طبعا هل الموسيقى ما هي مثلا؟ إذا كانت تثير الغرائز وتخمد العاطفة إذا كانت تهدم القيم البناءة للمجتمع للفرد والمجتمع القيم الأخلاقية القيم الدينية القيم الجمالية تحط من ذوقه هذا تصبح مضرة سواء كانت موسيقى لوحدها أو الكلمات والكلمات غالبا هي اللي تشوها الموسيقى موسيقى تفضل أنا أول فضل أن الموسيقى تظهر كانت تقول بأن الخير يظهر أو الجمال يظهر أيقل هذا؟ وإنما أقصدنا استعمال الموسيقى قليل توظيف مش موسيقى في حد ذاتها لماذا؟ لأن الموسيقى أمثل الرأي بتاع الشاب البسيط اللي يفكروا بس يقولوا الموسيقى شوهت كذا وعملت كذا أنا أمثل الفكرة أنا أصل راسه فكرة ثانية أقول لك تعريف بسيط كل تعريفات أقول تعريف ابن خلدون كيف يسمي الموسيقى؟ كيف يعرفها؟ ماذا يقول؟ سمع لا هي قول الحسن المسموع حسن المسموع إذا كل من هو حسن وجميل والمسموع فهو موسيقى إذا ما نتهم الموسيقى كموسيقى أو نتهم المسرح أو نقول بأنه هدام أو الأدب العربي وإنما استعماله وظيفه واستعماله المادة 25 منها على ضرورة إيقاد الحس الجمالي وتربية الذوق لدى يعني المواطن الجزائري يعني كغاية اعتبر أن الطفل اليوم هو رجل غد إذا هو غاية في حد ذاتها إذا هدفه من خلال الموسيقى والتربية هو تكوين شخصية متوازنة ولهذا لابد من اختيار الموسيقى واختيار النشيد تكون اختيار سليم ذو بعد هذا من الجانب التربوي هذا من الجانب النظري ميدانيا ما هو موجود ميدانيا ميدانيا نحن لنا النشيد هناك أمل مؤخرا في الأمس فقط كنت في منطقة وطني للتربية الموسيقية موضوعها هو كيف ماذا نحضر لهذا الطفل؟ يعني يتفاءل الموسيقيين بالنسبة للموسيقيين؟ أكيد أكيد سيد أنا من الآلات التي أعشقها كثيرا القانون الله نفس الوجه ونفع الكم المشاهدين معنا من الصباح
من المفروض ان اقرا احسن اجد اللغه لانها قد ما يكون مقطوعه ان شاء الله. اقول فيها قلنا كلمه ولا مقطوعه؟ كلمه هو علينا ان نربي الاذن لان نحن بحاجه الى تربيه سمعيه. من خلال تربيه سمعيه تسمح لنا تربيه اخلاقيه وذهنيه وفكريه ومجتمعيه ايضا. شكرا استاذ ربيع، كنت سعيد بسلطه ربيع. سعيد نعرف انك ملحن، نختمها ربما بشيء من الالحان. يلا تفضل. سمحوا لي في وقتنا. خذت مسامحه يا اخي. وجميل ان المشاهد الكريم يسمع هذه اللحظات انه الان مباشر. نعم. تفضل سمعي.